السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الأولى أهلا بحضراتكم. معاكم دكتورة أرزاق محمد خليفة، مدرس بقسم تمريض باطني جراحي، وهديكم محاضرة النهاردة من المحاضرات المهمة جدا، محاضرة ميديكال ترمونولوجي. وقبل ما نبتدي المحاضرة لازم حضراتكم تعرفوا ان الميديكال ترمونولوجي من الحاجات المهمة جدا في شغلنا بعد كده، يعني لما حضراتكم تشتغلوا عشان تفهموا تشخيص معين، تفهموا اعراض معينة عند البيشنت، تفهموا طرق علاج، لازم تكونوا اوير بالمعنى الصحيح للكلمات بالترمونولوجي او بالمصطلحات الطبية. الحاجة التانية طبعا على مستوى الدراسة هتفيدني في فهم الدراسة بتاعتي وفهم المواد، لان احنا بنستخدمها كتير جدا جدا في دراستنا، في التدريس، في المواد بتاعتنا اناتومي فيسيولوجي، كل المواد هتلاقي المصطلحات دي بتستخدم بشكل كبير، فلازم نكون اوير بمعنى الكلمات دي بشكل مظبوط. طيب هنعرف ايه من المحاضرة بتاعتنا؟ هنعرف ايه هو الديفينيشن اوف ميديكال ترمونولوجي، ايه تعريفها، وهنعرف ايه هو الكومبوننتس او الاليمنت اوف وورد، ايه مكونات الكلمات او المصطلحات الطبية اللي احنا هناخدها. اول حاجة بالنسبة للديفينيشن، عندنا التعريف كلمة ميديكال ترمونولوجي ان هي عبارة عن كومبوننتس that are derived mostly from Latin or Greek words. دي عبارة عن مكونات معينة للكلمة أصلها أو جاية من أصل لاتيني أو Greek words. يبقى معنى كلمة medical terminology مش معناها إن هي مصطلحات طبية إنجليزية خالص، لا، هي المصطلحات دي لاتينية، عشان كده احنا لازم نفهمها كويس ونعرف معناها باللغة الإنجليزية عشان نفهمها بشكل صحيح. طيب ايه هي components of words؟ ايه مكونات اي مصطلح طبي؟ عندي ثلاثة components رئيسيين، هما ال prefixes او البادئات او بدايات الكلمة، number 2 عندي roots اللي هي جذور الكلمة، number 3 عندي ال suffixes او نهايات او ملحقات الكلمة. طيب نقول المثال على الكلام ده، انا عندي كده 3 component زي ما قلنا، prefix وroots وsuffixes. طيب ازاي الكلمات دي، هل بتيجي لوحدها كل واحدة من الكومبوننت دي بتيجي لوحدها، ولا بتيجي مع بعضها، ولا بتيجي ازاي؟ ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. عندنا بيبقى في كومباينيشن ما بين الثري كومبوننت او تو كومبوننت، او ممكن يكونوا اكتر من كده، يعني ممكن يكونوا اكتر من روت مع بعض ومعاهم بريفكس وسافكس، ممكن يكونوا يعني ليهم اشكال كتيرة هنشوفها اثناء الامثلة اللي هنقولها. طيب عندنا الاساسي الروت هو الجذور، ممكن تكون combined with prefixes معاها prefixes قبلها او معاها roots بعدها نهايات. طب نقول مثال على كده، عندنا كلمة urea، كلمة urea معناها urination، ودي كلمة root، تمام كده؟ يبقى كلمة urea دي كلمة root ومعناها urination، تمام؟ لو جينا حطينا معاها كلمة prefix اللي هي دس، كلمة دس معناها difficult، يبقى هتبقى كلمة على بعضها اسمها dysuria، dysuria معناها difficult urination، difficult ايه؟ urination، يبقى dysuria difficult urination. في الحالة دي انا حطيت ايه مع ايه؟ حطيت الروت، حطيت قبلها البريفكسز، ادتني كلمة معناها difficult urination او dysuria. طيب نعمل مثال تاني بالسافكس، عندنا برضو كلمة must دي كلمة root معناها breast او ثدي، كلمة must معناها breast، لو حطينا معاها suffix اسمه كلمة ectomy، ectomy معناها surgical suffixes او نهايات جراحية بنستخدمها في الجراحة دايما، معناها استئصال او surgical removal، لو حطيتها على بعضها مع بعضها هنسميها mastectomy. اسمها ايه؟ mastectomy. يعني ايه mastectomy؟ يعني استئصال ثدي، تمام كده؟ يبقى في اول مثال حطينا البريفكس مع السافكس ديسيوريا، المثال التاني حطينا الروت مع السافكس، ادتني ماستكتومي برضو ادت معنى معين. طيب لو حطينا التلاتة مع بعض ندي مثال، لو حطينا البريفكس مع الروت مع السافكس، عندنا الروت كلمة كارديو معناها هارت، تمام كده؟ دي كلمة روت. لو حطينا معاها prefix كلمة endo، endo معناها within أو خلال أو في،
دي كلمة prefix. اوكي يبقى كده اندو كاردو. حطينا كلمة suffix اسمها itis. itis معناها inflammation. كلمة itis معناها inflammation. يبقى حطينا التلاتة كومبوننت مع بعض ادتني كلمة endocarditis معناها inflammation of the cardiac layers او التهاب في اغشية القلب. يبقى انا كده حطيت التلاتة كومبوننت مع بعض. يبقى دي كده امثلة ازاي بنعمل combination between element of the word. ازاي حطينا البريفيكس مع الروت، ازاي حطينا الروت مع السافكس، وازاي حطينا البريفيكس مع روت مع سافكس. دلوقتي هنتكلم عن كل واحدة من الثري كومبوننتس اللي هما البريفيكس الروت السافكس، ونقول على كل واحدة ايه هي الامثلة اللي احنا اللي هتقابلنا الخاصة بالجزء ده من الكلمة. عندنا أول حاجة نمبر 1 هنتكلم عنها بما إن هي الجذور بتاعة الكلمة هي الروتس. الروت of medical term is the part containing the basic meaning of the word. دي فيها البيزك meaning، المعنى الأساسي للكلمة بلاقيه في الروت لأن دي جذور المصطلح. It can be combining with another root أو ممكن تكون معاها prefix أو suffix زي ما اتفقنا. يعني ممكن ألاقي root معاها root كمان، أو ممكن ألاقي معاها prefix أو ألاقي معاها suffix أو ألاقيهم كلهم مع بعض. هنبتدي بالroots أول حاجة، وعندنا كل الجداول فيها الترمونولوجي اللي احنا هنشرحها أو هنقولها والmeaning بتاعها by English وexample عليها وdefinition of example تعريف ل الاكزامبل اللي احنا حاطينه عشان يساعدنا على فهم الترمونولوجي اللي احنا بنشرحها. اول حاجة عندنا ادينو معناها جلاند، زي المثال ليها الادينوما، او كلمة ادينو يعني جلاند او غدة. ادينوما يعني نيوبلازما او تورم في الغدة. انجيو معناها فيزلز، زي انجيوبلاست، وفيزلز معناها اوعية دموية. انجيوبلاست معناها surgical removal of the blood vessels. arterio معناها artery، والمثال ليها اللي عندنا endoarthritis معناها inflammation of the lining of the artery، التهاب في جدار الشريان. arthro معناها joint، زي arthroscopy معناها instrument او منظار للمفصل، اللي هو instrument بنعمل بيه examination of the joint. audio معناها hearing، زي audiologist، زي اللي هي معناها specialist in the study and treatment of hearing disorders. كلمة bio، bio اللي هي البيولوجي أو life، life علم دراسة الأحياء، اللي هي المثال عندنا biopsy أو removal and examination of living tissue. لما ناخد عينة مثلا من ورم معين او من مكان معين في الجسم بعملية جراحية ونعمل له examination عشان نشوف الخلايا نفسها فيها abnormal cells ولا لا. plasto او immature يعني غير ناضج، او growing يعني نمو، زي osteoblast. يعني دي الكلمة دي فيها two roots، كلمة osteo معناها بون، وبلاست معناها اماتيور او جروينج. والميننج ده معناه الجروينج سيلز ذات بروديوس البون تيشو، الخلايا المسؤوله عن نمو خلايا الايه العظام. بريكيو او الارم، انتي بريكيوم اللي هي الفور ارم مقدمه الذراع. برونكو زي البرونكس معناها برونكس، كلمة برونكو يعني الشعب أو البرونكس. المثال ليها برونكوكتيزس أو كرونيك دايلتيشن أوف ذا برونكاي، اتساع في البرونكاي أو الشعب الهوائية. كرونيك طبعا معناها مزمن. بعد كده عندي كلمة كارسينو أو كانسر، زي كارسينوجين اللي هي الايجنت ذات كوز كانسر، اللي هو العوامل اللي بتساعد على حدوث او الاسباب اللي بتؤدي لحدوث الكانسر او حدوث الورم.
بعد كده عندي كارديو او هارت. كارديو معناها هارت القلب، زي كارديو كارديوميوباثي اللي هي دي، كارديو معناها هارت، مايو معناها مصل، باثي معناها اعتلال او ديزيز، يبقى دي معناها مرض معين في عضلة القلب، كارديوميوباثي. بعد كده في سريبرو معناها برين. بعد كده في سيفالو، سيفالو معناها هيد، زي هيدروسيفالس اللي هي accumulation of fluid اللي هو السريبرو سباينال فلويد في البرين. الناس اللي بتبقى عندها تورم او دماغها حجم الهيد بتاعها كبير، ده بيكون عندها مرض اسمه هيدروكيفالس او accumulation للسريبرو سباينال فلويد في البرين. في بعد كده عندي سيرفايكو او نك اللي هي السيرفكس او النك. بعد كده في كلمة كيلو معناها البايل اللي هو الصفرة، العصارة الصفراوية، زي كوليلايسيزس اللي هي بريزنس اور فورميشن اوف جول ستون، تكون للحصوات في الايه، في الغدد، الغدد الغدد بتاعت الصفرة او الجول بلادر. كوليسيستو اللي هي الجول بلادر، زي كوليسيستكتومي اللي هي سيرجيكال ريموفال اوف جول بلادر اللي هي الحويصلة الصفراوية، استئصال سيرجيكال ريموفال ليها. كوندريو معناها كارتليج، يعني ايه كارتليج؟ يعني غضاريف، زي اندوكوندريال لوكيت اور اوكيرنج ويزن كارتليج، يعني اي حاجة بتحصل ويزن لوكيتد او بتحصل خلال الكارتليج نفسها. كولو معناها كولون او القولون، يعني زي كولوستومي اللي هي فتحة في البطن في القولون يعني. كولبو معناها فاجينا او المهبل، زي كولبوسيل اللي هي بتبقى هيرنيا او فتق في جدار الفاجينا. كرانيو معناها سكال، كرانيوتومي مثال ليها. سيستو معناها بلادر، زي سيستايتس التهاب في المثانة البولية. سايتو معناها سيل، زي سايتولوجي. انكيفالو معناها برين، زي انكفلايتس. ديرمو او ديرماتو معناها سكن. انترو معناها انتستن او امعاء. جاسترو معناها استومك او معدة. جينيسيس او معناها اورجين. جلوميولو معناها جلوميلس، وده جزء من زي جلوميولو نيفرايتس اللي هو التهاب في جزء من اجزاء النفرون داخل الكلى. جلوزو معناها تانج. هيمو او هيماتو معناها بلاد. هيباتو معناها ليفر او كبد. هيستو معناها تيشو، زي هيستولوجي علم دراسة الانسجة. وهيدرو معناها ووتر او فلويد. اليو معناها اليوم او the part من the small intestine. كراتو معناها كورنيا او القرنية بتاعت العين. ليبو معناها لب او اللي هي الشفة. لاكتو معناها ملك. لارينجو معناها لارنكس او الحنجرة. لايثو معناها ستون او معناها حصوات. لينفو معناها لينف. ماستو معناها بريست، ودي قلناها في الاكزامبل في الاول. ميدالو معناها center part of medulla oblongata اللي هو جزء من اجزاء البرين. مينو معناها منسز او البيريود. مينينجو معناها مينينجيس اللي هي اغشية المخ. مترو معناها يوترس. مايو معناها مصل. مايكو معناها فانجس او فطريات. مايلو معناها مارو او سباينال كورد اللي هي العمود الفقري. نازو معناها نوز. نكرو معناها ديث او نيكروزس اللي هي موت الخلايا، ديث اوف تيشو. نفرو معناها كدني او كلى. نيورو معناها نيرف. اوكلو معناها اي. اودونتو معناها توث. اونكو معناها تيومر او سويلنج. اونكيو
معناها nails أو أظافر، أو معناها egg أو ovum، أورفو معناها ovary، وفسالمو معناها eye، أوس أو osteo معناها bone، أوتو معناها ear، أوفيريو معناها أوفري أو مبيض يعني، باثو معناها ديزيز، بيديو معناها تشايلد أو فوت، فاجو معناها إيتينج، فاكو معناها آي أو لانسز، نيمو معناها لانج أو إير، بروكتو معناها ريكتم أو مستقيم، سايكو معناها مايند زي سايكولوجي كده، علم دراسة النفس، توزيس معناها دروبينج أو سقوط، بايو معناها باس، وبايلو معناها بلفيك أو رينال بلفيك اللي هي حوض الكلى، راشيو معناها سباين، رينو معناها كدني، رينو معناها نوز زي نازو، سالبنجو معناها تيوب، سيكلو معناها هاردنينج، سبلينو معناها سبلين أو الطحال، ثوراسيك معناها أو ثوراسيكو معناها تشست أو ثوراسيك، ثرومبو معناها بلاد كلوت زي ثرومبوزس اللي هي تجلط في الدم، توكسو معناها بويزنينج، تراكيو معناها تراكيا أو القصبة الهوائية، يوريترو معناها يوريتر أو اللي بنسميه الحالب اللي هو الحالب، يوريترو معناها اليوريثرا أو فتحة مجرى البول، يورو معناها يورين، فازو معناها فيزلز أو أوعية وعاء دموي مثلا، وفي فيزوكو معناها يورينري بلادر. كده يبقى احنا خلصنا، بكده نبقى خلصنا اخر سلايد في الروتس، وهنكمل بعد كده اللي بقينا البريفكس والسافكس.